السلام عليكم يا شباب، رجعت لكم فيديو جديد. وان شاء الله فيديو النهاردة هيكون ازاي اقلل من استخدام البطارية علشان تقعد معايا البطارية اكتر من 5 ساعات، زائد كمان ازاي اطول عمر البطارية. بس قبل ما ابدا في الفيديو لازم تنزل تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة عشان يوصلك اجدد الفيديوهات. ويلا نخش في الشرح. اول حاجة، في كام برنامج كده، يعني برنامجين هنستخدمهم، وفي طريقة تانية من غير برامج خالص. هل عايز كده ولا عايز كده؟ انا ما عندوش مساحه ما ينزلهمش. طبعا هنبدا بقى، هنحتاج برنامج كيل اب وبيكس اوف. فانا هفتح كيل اب الاول، طبعا بيجي لنا بالواجهه دي. فاحنا بنخش هنا مثلا اشرح لكم الاعداد بتعمل ازاي. نيجي لما نيجي على الاعدادات بيجي لون الواجهه، وبعدين نتك على داكن. بس كده هو حول لنا لون الواجهه للون الداكن، واحنا عايزين اللون الابيض ماشي. تاني حاجه بقى، لو جينا نتك على تطبيقات النظام عشان نفعله، مش هيتعمل خالص نهائي عشان ده بفلوس مدفوع، لازم ادفع له فلوس. طبعا انا هحط دلوقتي برنامج المسجل هنا، انا حاطه هنا في قائمة الاستثناء عشان ايه، عشان ده اللي ما يمسحش خالص منه، ما يمسحوش من الخلفية عشان ما يفصلش التسجيل. وبعد ما بيخلص بتك على العلامة دي، بعدين بيقول لي سؤال الاعدادات، واطلع فوق اختار كيل اب واعمل دي وافعل موافق. بس كده كده اديته السماح. عايزين اتك بقى على العلامه دي كده للتشغيل يعني. وكده هيطفي كل البرامج اللي في الخلفيه ما عدا المسجل علشان يسجل لكم ايه اللي بيحصل بالظبط. بعد ما بيخلص اهو راينا الرام نزلت، التطبيقات التي تم تشغيلها 0. بعد ما خلص كده كل المسح وكده، فده التطبيق الاول انصحكم بتحميله. طبعا هتلاقوا الرابط بتاعه اسفل الفيديو. ونخش على التطبيق التاني بقى اللي هو بيكس اوف. التطبيق ده برضو تطبيق خرافي جدا، بيظبط لك البيكسلات. فاحنا اول ما نخش على التطبيق لازم نعمل كده، نختار المربعات دي، وبعد ما نتك على المربعات دي بنيجي هنا بنحدد البيكسلات. بس قبل ما نحدد البيكسلات لازم نتك على انيبل فلتر. بس كده هو كده زي ما انتوا شايفين كده البكسلات، يعني معرفش المصور ده مبين البكسلات ولا لا، بس هي بالنسبه لي البكسلات قللها بشكل كبير خالص، غير البكسلات بشكل نهائي. طبعا لو انا اتك على انيبل فلتر تاني عشان مش عايزه. ومن هنا بنختار النايت، يعني مثلا لو انا شغال، يعني مثلا لو انا بالليل مثلا وعايز افعل ده، بيخلي لي كده الشاشه بديها على برتقاني كده شويه اهو من هنا. بس طبعا هي موجودة عندي في الجهاز نفسها، فانا مش محتاجها اهو من هنا، من حماية العين. طبعا انا مش محتاجها. وطبعا بعدها كده بعد ما نخش نيجي على هنا، ومن دي بقى بلاك فلتر. من هنا بقى يحول لنا الخلفية لشاشة سودا، يعني مثلا بيغير لنا الخلفية للون الاسود. بس اهي زي ما انتوا شايفين كده، كده هو حول لنا الخلفية للون الاسود. الخلفية اهي اتحولت للون الاسود معانا. جينا هنا برضو اهو، خلاص كده اتفعلت كده معانا. وبعد ما نيجي هنا برضو، ده الموضوع ده برضو لو حطيت الموبايل على وشه هيقفل. طبعا لو حطيت الموبايل على وشه هيقفل التسجيل، فانا مش هحتاج دي خالص دلوقتي. وبس كده كل بعد ما اخلص كل الاعدادات دي بتك على انيبل فلتر مثلا لو انا مش عايز. وخلاص هادي هو ده البرنامج التاني بيكس اوف. في بقى طريقة تانية، واللي هي نخش على الاعدادات. الطريقة دي انا بفضلها، طريقة ممتازة وجميلة جدا. نيجي على حول الهاتف. من حول الهاتف بقى بنيجي على رقم الإصدار ونتك عليه كذا ضغطة، نتك عليه حوالي 7 ضغطات. وبعد ال7 ضغطات دي بنيجي هنا. طبعا ده كل جهاز مختلف غير التاني، فأنا جهاز طبعا مبيظهرش خيارات المطور هنا. لازم أخش على إعدادات إضافية، بتظهر هنا خيارات المطور. لازم أعمل كده وأكتب اللي هو بيقول لي عليها عشان نتأكد إنها مش روبوت. استمرار. بس كده. وبعدين بفعل بقى خيارات المطور من هنا.
وانزل تحت عشان الاقي الخيار ده محكاة مسافة الالوان او اللون. بعدين اتك على عمى الوان، فمن هنا من عمى الالوان بيغير لي بقى هنا، بيخلي لي الموبايل كله ما فيهوش ولا لون غير الابيض والاسود وبس، من زي ما انتوا شايفين كده. بعدين طبعا ده اكتر حاجة هتفيدكوا فيها، عشان مثلا لو انتوا بره وموبايلكوا هيفصل بس موبايلكوا تحت 20%، تفعلوا الخيار ده وعلى طول عايز يظبط معاكوا ومش هيفصل وهيكمل معاكوا لحد ما تروحوا من البيت. بعدين بقى لما اخلص بخش برضو على الاعدادات، واجي برضو على اعدادات اضافية، بعدين على خيارات المطور واكتب ده برضو XK واتك على هنا، بعدين انزل تحت واختار بقى محاكاة مسافة اللون، وبعدين اعمل معطل واطلع فوق واقفل خيارات المطور. بس كده، ادي كده رجع لي الالوان زي ما هي، والخلفية رجعت تاني زي ما كانت. وتطبيقات يعني بطرق جامدة جدا، وناقص حاجة واحدة بس، واللي هي الطريقة الأخيرة من المركز الأمان. يعني أنا اخترتها كده كطريقة بس، هي طبعا محدش قالها قبل كده، عن طريق إن أنت بتخش على هنا، بعدين بتختار من هنا وتختار كده الملفات المخزنة مؤقتا، هي بتتمسح. وتنظيف الذاكرة ده بقى هو ده اللي بيظبط البطارية بشكل كبير. هيخلص بقى وعلى طول هتك على محو، وعلى طول بيشيل الرامات برضو. دي طريقة برضو ازاي بقى هتشيل الرامات بيها، طريقة برضو سريعة لو محدش عايز يعمل برامج، هيشيل 400 ميجا من الرامات وكمان بالذاكرة. وبعد ما بيخلص خلاص كده اطلع بقى. وفي بقى حاجة عايز اوريلكوا برضو، اللي موضوع برضو حماية العين. بخش كده على حماية العين، بعدين بختاره على يعني كده منخفض وكده، وفي عندنا العين على المستوى المتوسط لو واحد مش قادر يشوف كويس، وفي عندنا حماية العين على المستوى المرتفع، وده أفضل مستوى بنصح بيه، بيخلي لك بيظبط البتاع على لون عينك بالظبط. وطبعا لو انت مش عايزه تقفله من هنا، لو أي حد عنده في النظام يفعله على مرتفع عشان يظبط أكتر معاه. لو انت مثلا بالليل مش عايز عينك تحصل لها حاجة، فده أنسب خيار. وكده خلص الفيديو النهاردة. أتمنى لو الفيديو عجبك تنزل تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتشاره مع أصحابك عشان يوصلك أجدد الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.